لوحات وتماثيل فنية لحيوان طالما كان الأقرب للإنسان، كتب عنه أدباء وامتطاه عظماء وجعله آخرون رمزا سياسيا. ويعد هذا المتحف الذي كان فكرة تراود عبد الرحيم منذ مدة معرضا خاصا بطنجة، يضم مؤلفات وتماثيل ولوحات فنية موضوعها هذا الحيوان الأليف، احتفاء بما قدمه للإنسانية من خدمات. الفكرة تأسيس متحف الحمار كانت من بعد واحد تفكير على كيفاش ممكننا نردو اعتبار لواحد الحيوان اللي تعطي بزاف للمغرب، اللي يعطى بزاف التاريخ للمغرب، واللي باقي يوميا في المدن والقرى، بعض المدن العتيقة اللي ما تيدوجوش طنوبيلات وهو اللي تيتكلف بحمل الأثقال، وفي المسافات البعيدة في القرى باش يمشيو يجيبوا الماء، باش يمشيو للسوق، باش هو حيوان اللي واكب تاريخ المغرب، وعندنا في المخيل الجماعي ديالنا حاضر بزاف، لا في النكات لا في القصص لا في العلاقة. أكثرية الناس اللي عندهم أكثر من 30-40 عام دي فيتركبوا على حمار، فيتلقوا مع حمار. ويضم هذا المتحف الذي يهدف إلى تعريف الأجيال القادمة بهذا الحيوان الخدوم للإنسان عددا من القطع الفنية التي تشارك في صنعها عدد من الفنانين المغاربة. الهدف من المتحف هو عبر هذا المعرض ديال الحمار باش نهضروا على علاقتنا اليوميه مع الحيوان والاحترام اللي عندنا للحيوان. مثلا دابا في المدينه ديال طنجه فين كاين المتحف، دري صغار اللي عندهم 10 سنين اكثرهم عمرهم ما شافوا حمار، اذا فاش يدخلوا للمتحف بحال تيدخلوا لحديقه الحيوان ولا شي حاجه غريبه، بحال تيشوفوا ديناصور ما عمرهم ما شافوا حمار في حياتهم، وتيشوفوا غير في الصور وفي المنحوتات وفي بعض الرسومات، وتيبقوا منبهرين حيت الحيوان ما تيعرفوش، مختفى من الحياه اليوميه ديالهم. ويعتبر هذا المعرض الأول من نوعه في المغرب، لا سيما من حيث موضوعه القائم على فكرة تكريم كائن أسهم في نشأة الحضارات وتطورها بوفائه وطاعته للإنسان منذ بزوغ فجر البشرية.